أهلا بكم. أودت حادثة سير مميتة وقعت اليوم الثلاثاء 11 غشت 2021 على مستوى جامعة القطيطر في إقليم توريث بحياة 3 أشخاص، وذلك حينما هوت سيارة خفيفة كانت تقل الضحايا من أعلى قنطرة مقامة على ودلاغ على الطريق الوطني رقم 6 الرابطة بين إقليمي قرسيف وتوريرث. ووفقا لما أوردته مصادر صحفية فإن هؤلاء الضحايا وكلهم ذكور راشدون تجمعهم قرابة عائلية وينحدرون من جماعة المريجة التابعة لإقليم قرسيف، مبرزة أن أحد الرعاة هو من أبلغ عن وقوع هذا الحادث بعد اكتشاف السيارة المنقلبة أسفل الوادي في مكان يصعب رؤيتها من طرف مستعمل الطريق المذكورة. وقد تم نقل جثث الضحايا نحو مستودع الجثامين بعد انتشالهم بصعوبة من قبل عناصر الوقاية المدنية من داخل السيارة المنقلبة، بينما أنجزت مصالح الدرك الملكي لتوريث محضر معينة للحادث المميت. إن لله وإن إليه راجعون. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.